دايب عتفاحة جميلة محمرة وبتقلنا هي اللي ما لها مغفرة. هلو. لك يا حضرة الستات قولوا يا ترى شو بعمل برجال من هالمسطرة بيغلط ألف غلطة وطيستر عيبته بيرجع يقول الحق كله على المرا يرجع بيقول الحق اللي بتعرف دورها ببيت الرجال بصدر الرجل بتعيش خفقة بشمال وبتحرمه مع غيرها وبتحرمه ويعشق بعد منها جمال ويغلط ومرة يغيب عن أم العيال ومرأة اللي بتعرف دورها ومرأة اللي بتجهل دورها بمطلق مجال وبتعاند الرجال كيف ما الدهر مال النقص اللي فيها بتجبره بغير الحلال يغلط ويسهر مثل قيس على الرمال على الرمال وانتو انا جايين يا ابن الحلال اعطيك من عندي سؤال وعالسؤال بعطيك من عندي نعومية مرا اعطيني ولانه سحر من جنس الرجال اللي فيها بتجبره بغير الحلال يغلط ويسهر مثل قيس على الرمال والله يساعد زوج في عنده مرا فيها نقص بالحب ما فيها كمال فيها نقص بالحب ما فيها كمال مش بس شم الياسمين وليل ونهار تعيش حلم العاشقين معليش لما تنقص عليك الحنين بتكون عم بتدوب عمر بالبنين ما يزعلوا مني الرجال الطيبين لو قلت في عنا صبايا مجاهدين قاموا بدور البي وبدور المرا ورجالهم للظهر ضلوا نايمين دور المرا مش بس شم الياسمين وليل ونهار تعيش حلم العاشقين معليش لما تنقص عليك الحنين بتكون عم بتدوب عامر بالبنين ولا يزعلوا مني الرجال الطيبين لو قلت في عنا صبايا مجاهدين قاموا بدور البي وبدور المرا ورجالهم للظهر ضلوا نايمين ورجالهم للظهر ضلوا نايمين النايم مع ظهره للظهر علوا عسى يناموا ما يوعلوا النسى مرة نسى ونحنا سهرنا بالمسى شغلوا قسى من نام ومنوعة عصلوات النسى ولما المرأة
من بيتها الشغل اكتسى من صدر امه الطفل ما عاد احتسى الزوج بدوام الليل بالخارج رسى المرأة الصبح بتداوم وشوها الأسى بيتزوجوا صبح ومساء تا يلتقوا لا بالصباح بيلتقوا لا بالمساء لا بالصباح بيلتقوا لا بالمساء لا بالصباح بيلتقوا لا بالمساء ما توظفوا كل بنات العائلات ببيوتهم قاموا بأهم الواجبات وبضياعهم قديش عملوا رابطات وصبح ومسا ردوا الحياة من الممات طلع بعيد السيدي وبالآنسات وبالسيدات الجمعونا من الشتات لكن انت رجال خامل بالحياة لا من الشباب بعدك ولا من البنات مصيبي خلقت رجال ونزعت الرجال لو سيدي تخلق نزعت السيدات لو سيدي تخلق نزعت السيدات لو سيدي تخلق نزعت السيدات يا شويفات حمدان بمقالو هو مش بني حمدان قالوا الطعن برجول تتناسى وتغفل طعن بالمنبر وعظمة رجاله لك انا رجال حدك لو تمرجل الرجولي ما رح بتعشق بداله ولولا سيدي خلقان بخجل برجل دلو عنعنو عبوصالو ان طلب ايدي الف مرة ما بقبل اتزوج لغنجو لا دلالو لك انا بحب المرا وبكل محفل تخدم مجتمعها من خلاله أنا بحب المرا تطمح وتوصل بعصر جايع وضايع رأس ماله عملها يكون دعم ترب منزل ما في عنده خبز يطعم عياله حلو. القسم من النساء بتكون أشغل وجمعياتنا بلصاله وجاله الشرق والغرب بالفكر المقصل حرسهن ربنا جلت جلاله وقسم بيبرز بتاني مسلسل بميله كيف ما الايام ماله مرا عاشغلها بتطلع بتنزل حتى همومها عليها توالو عزايم واجبات وشغل مشغل وبيت وزوج عم تتقل حماله عبيت الخادمة بتروح تسأل عليها الزوج طير نص ماله حتى تربي الطفالة بوقت أعجل وبين البيت والمربى وحلاله وتتربي الطفالة بوقت أعجل وبين البيت والمربى حلاله وحلاله وعبيت الخادمة العبيت الخادمة بتروح تسألوا بين البيت والمربى وحلاله الحنان العاطفي المشرب المأكل الطفل بالخادمة صفى وصاله تصار ببيتنا الطفل المدلل بدل ما يزد حاله بحضن امه بحضن الخادم بيزد حاله اوف اوف في الزهر عالغصن مهما طاب شمه بلا ستات ما فينا نشمه وما فتح كم للزهرة الحليمي اذا مش ست حلوة حد كمه
مقيم الورد مطرح ما مقيمي صبيي بيد عالبيضة تلمو طفل عشبافة عامل عزيمي تياخد عطر من تمك لتمو يا ستات البيوت المستقيمة اسهروا عالمنطقة وإلها انضموا بكفي تلته بني سليمي مش بشغل السياسي وكبر همه صبيي تجمع الأسرة الكريمة بمواعيد بلقى الأحباب تمه بتسوى كل تجار الجريمة الجنوا علينا وهوى لبنان سمه وكلمة خادمة منها زميمي وكلمة خاتمة منها زميمي أسامي كتار للخدام سمو الريشي خاتمي النخم الرخيمي لموسيقي سرق للقلب همو المحبي خاتمي عيال اليتيمي فضايلها عكل الكون عمو الزوجي خاتمي ومش صغر قيمي وحتى الزوج خادم بنت عمو ومثل ما بيدعم غصون الكريم بشجرة بتقل حملتها اهتموا مش عيبي إذا الأم الرحيمة ولدها الخادم صار تضمه بجوز تكون شغلتها العظيمة حكيمة لليتيم ونسف دمه حنط عطفل بدو حكيمة امه ميتي وهي حنوني وقفت عسرير ومحل امه